أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أمرتنا بصلة الأرحام، وإن أعظم الصلة صلة الوالدين، وأتم الإحسان الإحسان إلى الأم، سواء أكانت على قيد الحياة أو رحلت إلى الدار الآخرة فهي كنز مفقود لأصحاب العقوق، وهي كنز موجود لأصحاب البر والجود. البر بها مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء وخلق الأنبياء، فهي مصدر الأنس وأساس الهناء، وهي سبب في سعة الرزق وطول العمر. فتذكر أخي حينما تعثو عليها التراب في قبرها وترجع إلى البيت وتنظر في أركانه فلا تسمع لها صوتا ولا تبصر لها رسما ولا تجد قلبا حنونا ولا تجد يدا حنية ولا تجد في صباح كل يوم دعوة ندية. فما قيمة الدار دون الأهل إن ذهبوا؟ فالأهل دار بذكراهم وصنوانه. الأم في الدار مثل الركب يحملنا، والأب فيها لموج البحر سفان، والعمر مزرعة والدار منبتها، والأهل فيها عناقيد وأفنان، يأتي البلاء على قدر التقى قدرا، إن البلاء لأهل الذكر عنوان. أيها الجمع الكريم، ما زلنا نتابع مع حضراتكم القرآن الكريم لهذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة والمربية الفاضلة فقيدة عموم عائلات آل شاهين وآل المخبار وآل عون وآل أبو سمره بجميع محافظات مصر. هيا بنا مع القرآن بصحبة قارئ مصر والعالم الإسلامي الذي يتميز بجمال صوته وروعة آدائه ودقة أحكامه، فضيلة العلم القرآني والقطب الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ ياسر حفني عامر، عضو نقابة القراء وسفير قراء مصر إلى العالم الإسلامي، القارئ والمقيم بقرية الشبراوين مركز ومدينة هيهية بمحافظة الشرقية. أسأل ربي له التوفيق والقبول ولي ولكم بحسن الاستماع. يتفضل فضيلته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. شكرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا
جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فمن كان
يا رجاء لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم إنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا
تسلم لي، شرف لي وعظيم. يا رب يا رب. يا رب. يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا، واجعله رب رضيا، واجعله رب رضيا، واجعله رب رضيا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا، شرف لي، وأسأل الله القبول يا رب العالمين. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، علمه من قبل سميا، نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلعت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو والله.
يا رب. قال كذلك، قال كذلك، قال كذلك، قال كذلك، قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال قال اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث
ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحوا بكرة عشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صغيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Gracias.
اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت من خواتيم سورة الكهف وصدر سورة مريم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر حفني عابر، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وسفير قراء مصر إلى العالم الإسلامي، الذي حينما كان يقرأ رأيت القلوب تشتاق لجمال صوته والأعين تنظر لجمال تلاوته والأذن تنصت لدقة أحكامه. كانت التلاوة تكريما إلى الأم الراحلة والمربية الفاضلة فقيدة عموم عائلات آل أبو شهيد وآل المخبار وآل عون وآل أبو سمرة بجميع محافظات مصر، فباسمهم جميعا وباسم أهل البلدة الطيبة المباركة أشكر إلى كل من وفد إلى هذا المقام العلي وقدم للعائلة الكريمة واجب العزاء. أشكر لعميد الهندسة الصوتية المتنقل بأنحاء الجمهورية إدارة المهندس باسم إمام المقيم بالصالحية، عمدة أشغال الفراشة إدارة الحاج إبراهيم عمارة، لؤلؤة الإنارة الحديثة إدارة الحاج نجيب محمد نجيب، عمدة مقاولي أعمال الضيافة والذي شرف هذه الليلة إدارة المتر محمد حمودة المقيم بالصالحية. هذا اللقاء حصريا ومباشرة عبر قنوات الإنترنت العالمية الحاصلة على أعلى نسبة مشاهدات عبر اليوتيوب إدارة المهندس أشرف العسوي. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات وينادى لصلاة العشاء حتى نلقاكم بعد الصلاة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.